صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل قرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن استبدال عضوية في الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وجاء فيه أنه يستبدل نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 2019 بإعادة تشكيل الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالنص الآتي: رابعاً الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة عضواً.